جاهز؟ ابدا. نعترف احمد محمد نجيب. احمد النهارده واقفه ايه جاي ليه؟ احنا النهارده واقفين ضد مشروع التوريث، توريث القضاء، تمام؟ لان مش عايزين نعيش في نفس القصه اللي عشناها ايام مبارك والتوريث عموما يعني. بس ضد، واقفين النهارده ان شاء الله مع مشروع غرياني، مشروع مكي، ومشروع زكريا عبد العزيز. شكرا. شبكة كلمة تشكر. الله يخليك. شكرا. لا نتعرف على حضرتك. انا ام مصرية، اسمي سلوى. كنت بتقولي لي دلوقتي على الأسامة هيكل. أسامة بيه هيكل قبل ما يبقى وزير كان لا يهش ولا ينش، وكان بيقعد قدام دينا عبد الرحمن قبل ما يشوفها ما بيعرفش يتكلم، كان مع النظام السابق عشان كده خلوه وزير إعلام. أول ما دخل ابتدى يقصقص الإعلام، ابتدى الحقيقة تختفي، ابتدى ما يصوروش أي أحداث خاصة بالمجلس العسكري والشرطة. يا أسامة بيه هيكل الكرسي مش دايم، اللي دايم ربنا، وأعرف إنك يوم القيامة هتتعلق من رجليك كده، هتتحاسب على كل اللي بتعمله ضد شباب الثورة، لأن الثورة دي ثورة حقيقية، ثورة شعب، ثورة جياع، ثورة فقرة، ثورة غلابة، مش ثورة فيسبوك ونت. كانت في الأول ثورة فيسبوك ونت، بس دلوقتي بقت ثورة الشعب كله، لأن الثورة دي هم تعمد النظام الموجود مع النظام الفاسد إن يخلي الشعب يكره الثورة ويفتقر. لا، إحنا مش فقرة، مصر مليانة بثرواتها، مصر مليانة بالأماكن اللي نقدر نعمل فيها مشروعات. أكان يعمل إيه عشان يكره الناس في الثورة؟ يقول لهم شوفوا سبب الثورة، خربوا بيتكم، عملوا فيكم وعملوا فيكم لا، شباب الثوره ما عملش حاجه. انا اهو قدامكم، انا ست عندي 62 سنه، بنزل ليه؟ لان شلت شهيد ودفنته، شلت مصاب عينه بتنزف دم، رحت السجن الحربي شفت اطفال مساجين، وشفت شباب اقل من 18 سنه، شفت مهندسين ودكاتره وناس محترمين. هل الساير يدخل السجن والبلطجي اللي في حمايه الداخليه يفضل في الشارع؟ ما ينفعش. البلطجي ده بلطجي نظام، بلطجي الداخلية. بس أنا بقول لضابط الشرطة في الداخلية، صدقني صدقني الكرسي قاعد عليه النهاردة مش جايم لك، وبكرة عمرك هيبقى كفة على عفريت أنت ولادك. كل اللي عملته في الثوار والشعب هياخدوه منك في حالة أيمانك من على الكرسي. شكرا. محمد عبد الصبور، ناشط سياسي. أنا جاي النهاردة واقف علشان نقطة بسيطة جدا، بس الثورة شملت كل شيء واخترقت كل المجالات، وحصل ثورة في كل مجال في مصر إلا القضاء. الشيء الوحيد اللي ما حصلش فيه ثورة القضاء كما هو، توريث القضاء كما هو. حضرتك، أنا ليا واحد قريب جايب تقدير جيد جدا، وواحد تاني جايب مقبول، خدوا المقبول وما خدوش جيد جدا لأن عمه مستشار. يعني عايز بأي عدل وبأي منطق يتركوا هذا الشخص اللي جاب تقدير وتعب في أثناء الكلية وبياخدوا شخص واخد مقبول؟ تيجي حضرتك تشوف مدى تعامل وكلاء نيابة مع المواطنين. والله العظيم بيقعد كشاهد عين بيشرب قهوة ويشرب شاي ويحط رجل على رجل ويلعب على اللابتوب وسايب المواطنين واقفين قدامه معاملة غير إنسانية. فنفسنا نتمنى الثورة تصل إلى القضاء، تصل القضاء في عدم الوساطه وعدم المحسوبيه، وان يكون هناك عدل في اختيار وكلاء النيابه، لان هم دول اساس العدل، العدل هو اساس الملك. بس ده. شكرا.